السلام عليكم من قناة الميادين، وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعة. نستضيف اليوم الوزير اللبناني السابق الشيخ وديع الخازن. أهلا وسهلا بك أهلاً شيخ بك. وديع في أهلاً قناة بك. الميادين، شكرا لاستضافتك لنا. أهلا وسهلا، وبدنا نستفيد من الاستضافة، نحن بدنا نستفيد من الإطلالة شيخ وديع. نحيي المشاهدين ونحييكم جميعا الميادين بعيد مبارك، وان شاء الله ظروفنا تكون احسن سنه الجيم، نكون عم نعيد بامان سلام واطمئنان واستقرار بالبلد. نضم صوتنا الى صوتك، ونتمنى ايضا ان يعم الاستقرار العالم العربي. عيد الاضحى وهدنته السوريه تصدرا عناوين الصحف العربيه الصادره اليوم، كما تناولت العناوين المواقف الدوليه من الانتخابات النيابيه في لبنان والاشتباك الحكومي الذي تجلى بتراشق كلامي بين الحليفين سعد الحريري ووليد جنبلاط. وللسودان حصه من اهتمام الصحف اليوم بالاعتداء الاسرائيلي عليه. ماذا في عناوين الصحف الصادرة اليوم؟ نتابع. صباح الخير. إنهاء الحجيج الركن الأعظم من الحج، الهدنة المؤقتة في سوريا بين الجيشين السوري والحر، والحذرة في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين، المواضيع الأبرز في بعض الصحف العربية الصادرة اليوم. والبداية نستهلها بعناوين صحيفة السفير اللبنانية: جنبلاط يحمي موقعه بكسر الاصطفافات، والحريري يتهمه بالكذب، قرار دولي بتحييد الانتخابات عن الاشتباك الحكومي. هدنة العيد في سوريا، الاختبار اليوم على الأرض والقلوب خائفة، ترحيب دولي بوقف إطلاق النار، والمسلحون يصعدون في حلب، رسالة لإيران في اعتداء الخرطوم، إسرائيل السودان دولة إرهابية، خامنئي يتهم واشنطن بتشتيت الجهاد، دم المسلمين يراق بديلا عن مقاومة الصهاينة. أما أبرز عناوين صحيفة النهار اللبنانية: سجال مباشر يهز علاقة الحريري وجنبلاط، المعارضة لحكومة برنامجها إعلان بعبدة، هدنة العيد في سوريا مثقلة بالشروط، واشنطن تريد أفعالا وموسكو وطهران ترحبان. صحيفة القدس العربي عنونت: التزام مبدئي من النظام والجيش الحر بهدنة الأضحى، حجاج سوريون يرفعون علم الثورة السورية على عرفات، أكثر من 3 ملايين حاج إلى مزدلفة استعدادا لرمي جمرة العقبة الكبرى، تنسيق أمني مصري إسرائيلي على الحدود في سيناء تحسبا لهجمات في عيد الأضحى، إسرائيل والفلسطينيون يحترمون التهدئة في غزة بعد عنف دام 72 ساعة. أبرز عناوين صحيفة الرأي الأردنية نستهلها بالإعلان عن هدنة مؤقتة في سوريا، موسكو تتهم واشنطن بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، ضيوف الرحمن ينهون الركن الأعظم من الحج، الحجيج ينفرون من عرفات ويبدأون رمي الجمرات اليوم، التهدئة الصامدة بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية، محققون أمريكيون يتفقدون موقع تفجير الأشرفية، واشنطن تطالب اللبنانيين بالحفاظ على استقرار بلادهم. أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط السعودية نستهلها بالمسلمين يحتفلون بعيد الأضحى، والحجاج يرمون جمرة العقبة اليوم، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يطمئنان على تحركات الحجيج في المشاعر المقدسة، سوريا القتل للحظة الأخيرة قبل موعد الهدنة والعالم يحبس أنفاسه، الجيشان السوري والحر يقبلان هدنة العيد، وواشنطن متشككة في التزام الأسد، لبنان فريق FBI بدأ جمع الأدلة في جريمة اغتيال الحسن السنيورة، نحن من نقتل ونحن موجود خارج القرار في البلاد. نتنياهو يعد لتحالف الانتخابي يمني متشدد مع ليبرمان. تل أبيب تشيد بالدور المصري في إقناع حماس بالتهدئة. أبرز عناوين صحيفة القبس الكويتية: لبيك اللهم لبيك، مسيرة ثانية في الرابع من نوفمبر، حال سوريا الرهيب في العيد، القتلى 35,000 وهدنة حتى الاثنين. وأخيرا نتوقف عند أبرز عناوين صحيفة الوسط البحرينية: انسيابية في عرفة وحالات إغماء لبحرينيين في مزدلفة، المواشي تغرق المنام والمحرق باللحوم الحية والمبردة للعيد، مسؤول إسرائيلي السودان دولة إرهابية والبشير مجرم حرب، الطرفان المتنازعان في سوريا يلتزمان هدنة العيد وشكوك في صمودها. وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا الصباحية على أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم. عودة إليك ضياء. شكرا للزميلة غدي غنطوس على تقديم عناوين الصحف. شيخ وديع الخازن، يعني أبرز عنوان لفت نظرك، أو قد يكون أكثر من عنوان، يعني في صبيحة هذا العيد؟ يعني أول عنوان لفت نظري اليوم هو في جريدة الأخبار، وثاني في جريدة السفير،
وثالثه في جريده نهار. يعني في يوم اهتمامك لبناني، يعني محصور لبنانيا، لانه نحن في الاخبار يعني نعود ونذكر انفجرت بين جنبلاط والحريري في خضم معترك سياسي موجه ويصيب الحكومه مباشره، لان اليوم الاوضاع في لبنان يعني تبدو متازمه، ولكن علينا جميعا ان نسعى لاستقرار الاوضاع في هذا البلد الضعيف، لانه اليوم المنطقه كلها عم تغلي، ولبنان يجب ان يهدأ، لانه لبنان اخذ على طقه نقي بالنفس كدولة، كحكومة، كرئاسة جمهورية، كرئاسة مجلس نيابي، النائب النفس هو الأصلح اليوم لعدم انجرار بالمعترك الذي هو يعني يعيشه تعيشه المنطقة إقليميا. كلام الأخبار يعني عن فقط عن لنذكر المشاهدين. نعم. شيخ وديع بما يعني انفجرت بين جنبلاط والحريري. نعم. هذا هو عنوان الأخبار، عنوان. نعم. السفير جنبلاط يحمي موقعه بكسر الاصطفافات والحريري يتهمه بالكذب. نعم. وسجال مباشر يهز علاقة الحريري وجنبلاط المعارضة لحكومة برنامجها إعلان بعبدة. هذه ترجمة مباشرة لما تريده المرجعيات الدولية من الحكومة في لبنان. هناك تمني وهناك إصرار من المرجعيات الغربية والشرقية باتجاه الحكومة اللبنانية أن تبقى وتستقر وتستمر، لأنه ممنوع الفراغ في لبنان في الوقت الحاضر، لأنه نعرف تماما ماذا يعني الفراغ في لبنان. نعم. الفراغ يعني فتنة، يعني أزمة، يعني تفجير الوضع في الداخل اللبناني، وهذا يعني ليس بمستبعد في حال لا سمح الله وقعت واقعة واستقال الرئيس نجيب ميقاتي، ولكن الحمد لله ما زال مستمرا يعني وما زال مصرا على بقائه في الحكومه. يعني عاد عن موضوع الاستقاله التي اودعها رئيس الجمهوريه. هناك قناعه شخصيه وهناك دعم دولي موجه مباشره للرئيس نجيب ميقاتي وللحكومه اللبنانيه. يعني اليس يعني غريبا بعض الشيء استاذ وشيخ وديع، يعني هذا الدعم للحكومه التي فيها حزب الله، يعني في البدايه كان يقال هذه حكومه حزب الله، نحن لا نريد كثيرا التعاطي معها وان تم تشكيلها، يعني ولكن حاليا دعم هذه الحكومه بوجه الحلفاء او بوجه الارباك الدولي الحاصل بالنسبه للملف السوري، جعل هذه الدول ان تتأنى في مقاربتها للملف اللبناني وان تطلب من اللبنانيين الاستمرار بالاستقرار، لانه الخضة في لبنان تعني مشاكل داخليه في لبنان، تعني تدخل مباشر غربي وشرقي في لبنان، وهنا اشكاليه كبيره في هذا المجال، لان دول الغرب لا يمكن يعني ان تجزئ المشكله في المنطقه ويعني تهتم بالملف اللبناني المتفجر في حال لا سمح الله تفجر، وتهتم بالملف السوري، يعني وهذا يضعف يعني الرؤية الغربية باتجاه سوريا، لأن اليوم نعلم تماما جميعا أن الأمور بدأت ولو بشكل يعني خفيف تهدأ في سوريا، وأساس ذلك هو الاتجاه المباشر نحو يعني هدنة عسكرية اليوم تنتهي بهدنة سياسية وبحل سياسي في سوريا في المستقبل، يعني لأنه لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال في سوريا. نعم. من هنا يعني الحصر والاهتمام في الملف السوري تحديدا. يعني نعم شيخ وديع، يعني هذا الكلام عن حرص الغرب على الاستقرار في لبنان إلى حد ما يعني ينفي نظرية أن إسرائيل أو أمريكا أو حلفائها هم الذين اغتالوا وسام الحسن الأسبوع الماضي. هذا عالم مخابرات، هذا عالم آخر أنا بعيد عنه بالسياسة كليا. تعتبر أن الاتهامات حاليا يعني هي في السياسة لا أكثر ولا أقل؟ الاتهامات السياسية هناك تحقيق شار على قدم وساق، علنا ولو لمرة واحدة ننتظر التحقيق لنرى ماذا سوف يحصل ومن هو المعتدي ومن هو المرتكب وإلى آخره، لأنه كل الأمور اليوم تؤجج الأمور من دون أي نتيجة. علينا اليوم الهدوء وعلينا مراقبة القضاء ماذا سوف سيأتينا يعني من القضاء من تحقيقات لكي نبني على الشيء مقتضاه مستقبلا. على كل حال سوف نتابع الموضوع، موضوع الشأن اللبناني، ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث. فريق 14 من أذار يستعد لإسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بدعم سعودي خلافا لرغبة حلفائه الدوليين وتحديدا واشنطن. ووزير خارجية الأردن السابق مروان المعشر يكتب في الحياة عن دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وكيف عليها أن تستعيد نفوذها وفعالية دورها الذي تراجع كثيرا. إلى الحدث بالعربي والتفاصيل نتابع. الأخبار
قوى الرابع عشر من آذار تستعد لإسقاط الحكومة بدعم سعودي. مصادر رفيعة في المعارضة اللبنانية أكدت أن فريق الرابع عشر من آذار برغم معرفته أن الموقف الدولي ليس في صفه بخصوص إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مصمم على المضي بتحركاته بالوسائل السلمية والحضارية ومن خلال مقاطعة كل أعمال اللجان النيابية. وأكدت المصادر أن فريق المعارضة سيستمر بالتواصل مع سفراء الدول الغربية والعربية، وهي متيقنة من تغيير مواقف هذه الدول بالاستناد إلى موقف المملكة العربية السعودية الرامي إلى إسقاط حكومة ميقاتي. وضمن هذا السياق جاء اجتماع سنيورا مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، فيما غابت عن اللقاء السفيرة الأمريكية مورا كونيلي التي مثلها القائم بالأعمال في السفارة. وتلفظ المصادر إلى أن فريق الرابع عشر من آذار لا يريد الدخول في نفق أسماء رؤساء الحكومة المحتملين لترأس حكومة محايدة تدير المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات النيابية. الحياة السعودية، مروان المعشر. هل تستطيع أمريكا إحياء نفوذها في الشرق الأوسط؟ كان ثمة زمن تعتبر فيه القوة الأمريكية حاسمة في منطقة الشرق الأوسط، فإذا عطست واشنطن ساد شعور بأن المنطقة ستصاب بالزكام. تغير هذا الزمن وأوصلتنا عوامل عدة إلى مرحلة جديدة، لعل أهم معالمها أنه برغم التغيير الذي شهدته المنطقة فإن سياسات الولايات المتحدة لم تتكيف بعد مع الواقع الجديد. في هذه الأثناء يشي النقاش الدائر في أمريكا حول الانتخابات الرئاسية بوجود حنين مجدداً إلى فترة كان في وسع واشنطن أن تملي فيها النتائج. وإذا كانت الولايات المتحدة راغبة في أن تظل مهمة للمنطقة وفيها، عليها تجاوز هذه النظرة إلى دورها الذي عفى عليه الزمن، والتكيف مع شرق أوسط جديد يزداد فيه المواطنون وعياً بقدرتهم، وكذلك التكيف مع الفجوة بين السياسات التي تنتهجها وبين القيم الأمريكية. فعلى الجبهة السياسية تدعم واشنطن الأقل إثارة للخوف بدلاً من دعم عملية تغيير ديناميكية. في المجال العسكري لا تزال التصورات المتعلقة بالقوة الأمريكية متأثرة سلباً بالحرب في العراق. فضلاً عن ذلك ساهم انكماش قوة أمريكا الاقتصادية في إضعاف القوة الناعمة للولايات المتحدة على أرض الواقع. فحتى لو كانت راغبة في أن تخصص أموالاً سخية للمساعدة في بناء الديمقراطيات العربية الجديدة، إلا أن قدرتها على فعل ذلك باتت محدودة جداً. شيخ وديع الخزن، نبقى في الشأن اللبناني ونتحدث عن الإشكال الذي حصل، أو نتابع الحديث عن الإشكال الذي حصل بين النائب وليد جنبلاط والرئيس الحكومة السابق النائب الحالي سعد الحريري. تستعد 14 أذار لتصعيد تحركاتها في الاعتصام التي تقول عنه بدعم سعودي كما قيل في في الصحيفة وكما قالت المعلومات. برأيك إلى أي حد قادرة السعودية أن تخالف الرأي الأمريكي وباقي الدول الغربية التي دعمت الحكومة أو حكومة نجيب ميقاتي؟ يعني هناك مفارقة كبيرة بين الوضع اليوم ووضعنا سنة 2005 بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نعم، من أي ناحية؟ حين ذاك من ناحية ثانية الدخول على خط الشارع وتأزيم الأمور واستقالة الرئيس عمر كرامي، لأنه هناك كانت أوضاع مغايرة تماما لأوضاعنا اليوم. اليوم استشهد اللواء وسام الحسن. تقصد أن قرار 1559 وأيضا وجود السوري في لبنان، كان هناك شبه إجماع دولي على تغطية فريق 14 أذار. نعم. اليوم لم يعد هناك إجماع دولي لتغطية هذا الفريق لكي يقوم بما يقوم به وما يفكر بالقوم به يعني مستقبلا في القريب العاجل، لأنه نعرف تماما أن هناك توازن رعب جديد في العالم، الولايات المتحدة من جهة وأوروبا الغربية معها وروسيا والصين وإيران وإلى آخره من دول عدم الانحياز من جهة أخرى. يعني هناك يعني توازنات جديدة في العالم أثرت سلبا على فريق المعارضة في لبنان من حيث يدروا أو لا يدروا. من هنا الانطلاقة المتجددة لفريق المعارضة لعملية انقلاب أبيض في البلد، لأنه قالوا أن هناك ضغط سياسي سوف يحصل ولن يعني نستعمل الوسائل
الفتاكة يعني كسلاح يعني لن يلجأوا إلى العنف، ولكن هناك اعتصام سلمي من هذا الاعتصام برأيي يعني المتواضع لن يوصلهم إلى نتيجة هذا الاعتصام السلمي، بل هناك تواصلات اليوم واتصالات حسيسة للوصول إلى حل يعني يرضي الطرفين في لبنان، لأنه نعلم تماما في لبنان بالنتيجة لا غالب ولا مغلوب. نعم. دائما يعني هذا الاصطلاح يعني يطبق في آخر اللحظة بعد تفاقم الأمور، ويمكن القول أن هناك يعني تفكير جدي في تغيير الحكومة، وفخامة رئيس عماد مشاري سليمان يعني يستنزج آراء المرجعيات السياسية يعني لم في لبنان. يصل إلى رأي نهائي للوصول إلى نتيجة ما، ولحد الآن هناك يعني رفض مطلق لتغيير الحكومة، إن كان من على صعيد حزب الله ولا على صعيد وليد بك جنبلاط الذي أقر بمبدأ يعني التغيير الحكومي على شرط أن يكون هناك توافق لبناني داخلي من جميع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، والإقليمي طبعا يعني الداخلي يعني إقليمي، لأنه قد يستشار لا يخفى على أحد أن كل طرف مرتبط بطرف إقليمي أو طرف دولي آخر في لبنان، يعني لذلك يعني قلت الطرف الداخلي يعني المرتبط يعني، ولكن الرئيس السنيور طالب وقال يعني طالب الرئيس نجيب ميقاتي بأن يتخلى وأن يقدم استقالته، لأنه لا يمكن للرئيس يعني ميقاتي أن يقدم استقالته إلا بموجب الاحتكام إلى الدستور، والمرجعية الأولى والأخيرة في عملية استقالة الحكومة وتأليف حكومات جديدة هي المرجع الأساس، وهو المرجع النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري. يعني المجلس النيابي هو سيد نفسه، وهو الذي يقرر بالنسبة للحكومة على صعيد يعني سحب الثقة من الحكومة وتأليف حكومة جديدة. إلى حد الآن الفريق الآخر فريق 14 أذار قرر مقاطعة المجلس النيابي، قرر مقاطعة اللجان، جلسات مجلس النيابي التي تشارك فيها كيف تريدي الوزراء، كيف تريد استاذ ضياء ان يحصل التغيير الحكومي وهذا الفريق الذي يطالب بالتغيير الحكومي يقاطع المجلس النيابي ويقاطع الحكومه؟ يعني في السابق لما اغلق مجلس النواب وكان فريق 14 اذار يطالب بفتحه، وكانت المعارضه انذاك حينها 8 اذار يعني ترفض ان تفتح الانتخاب رئيس جمهوريه حينها في النصف زائدا واحدا، تفاديا الوقوع في الشر المطلق في لبنان. يعني رئيس نبيه بري كان حكيم للغايه وجنب البلد مطبات كثيرة في منعه فتح مجلس النيابي، لأنه في فتح مجلس النيابي هناك صخب سياسي، هناك صراخ سياسي سوف يحصل وسوف ينعكس سلبا على الأرض، وكانت الأرض يعني حاضرة لافتعال مشاكل يعني أمنية بالبلد، وهذا ما تجنبه رئيس بري يوم ذاك. واليوم أيضا يعني هناك يعني حذر كبير من تجدد الاشتباك الأمني على الأرض بين الأطراف المتنازعة سياسيا في البلد، لذلك يعني الحرص كبير من قبل فخامة رئيس الجمهورية و دولة رئيس مجلس النواب والرئيس ميقاتي لتجنيب البلاد المطبات والمخاضات التي نحن نخاف منها في هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها نحن في لبنان والمنطقة تحديدا يعني. من هنا يعني استبعد كليا التغيير الحكومي في القريب العاجل. برأيك هل بإمكان رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن يصل إلى حل وسط بين هذه الاصطفافات بين معسكري يعني 14 و8 أذار؟ هناك حسابات سياسية داخلية وحسابات سياسية إقليمية في الداخل اللبناني، يعني بدك تعمل حساباتك السياسية وتشوف لوين بتوصلك. إذا في مجال وهناك يعني أريحية للتغيير الحكومي سوف يحصل التغيير الحكومي، ولكن ويخالف الرأي الدول الداعمة؟ لن يخالف الرأي، يعني في حال توافق داخل إقليمي على التغيير الحكومي سيحصل التغيير الحكومي، وفي حال لم يحصل هذا التوافق الداخل الإقليمي لن تشكل حكومة جديدة يعني، ومهما يحصل في البلد يعني من اعتصامات والى اخره الامور لن يؤثر سلبا على الوضع الحكومي، هناك يعني ازمه اقتصاديه معيشيه في البلد ويجب على الحكومه ان تستمر وتسير يعني كما طلب منها كل المرجعيات الغربيه طلبت منها ان تستمر في تسيير امور الناس، والناس بحاجه ماسه الى من يسير امورهم وخصوصا في هذه الظروف الاقتصاديه الدقيقه التي نمر بها. نعم، ولكن تحدثنا في السابق عن موقف السعوديه، يعني الى اي حد قادره ان تكون يعني تغرد خارج لا يمكن سرب القوى الغربيه؟ لا يمكن للمملكه العربيه السعوديه الضنينه بالاستقرار والسلام والان في لبنان، ولكنها تدعم ان 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 تستمر في دعم مشاريع فتنويه في لبنان، لانه لا المرجعية السعودية تقبل بفتنة في لبنان ولا الدول الغربية تقبل بفتنة في لبنان، لأن الفتنة في لبنان هي يعني فتح الباب على مصراعيه
على مشاكل كبيرة في العالم العربي، وعلى يعني انفلاش الوضع الإسرائيلي في المنطقة، لأن إسرائيل تتربص شرا بلبنان وبالمنطقة العربية. نعم. وستكون سعيدة جدا في حال لا سمح الله حصلت فتنة في لبنان، لأن إسرائيل هدفها السامي والأساسي هو تفتيت المنطقة إلى دويلات طائفية لكي تبقى هي الأقوى، وتلك الدويلات الطائفية تتناحر مع بعضها وترتاح إسرائيل، وتعلن لاحقا رسميا يا إعلان يهودية دولة إسرائيل، وبالتالي الطلب من العرب الإسرائيليين بطريقة غير مباشرة مغادرة إسرائيل، لأنهم ليسوا بيهود أن كانوا مسيحيين وأن كانوا مسلمين. وأيضا هذه الأمور تلبي الشروط الإسرائيلية الموضوعة منذ سنة 1948، وهي تهجير العدد الأكبر من المسيحيين من المنطقة العربية، لأنه نعلم تماما أن اليوم في فلسطين المحتلة في القدس ورام الله وبيت لحم والناصرة هناك 3% فقط من المسيحيين الذين كانوا متواجدين في هذه البلاد يعني. صح. وهناك تهجير واسع للمسيحيين في المنطقة العربية، نرى ماذا حصل بالعراق، هجر 1,200,000 مسيحي من العراق، أتوا إلى سوريا وأتوا إلى لبنان، وذهبوا من لبنان إلى سوريا إلى أقاصي الغرب، إلى أستراليا وإلى كندا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتشتتوا في هذه المناطق ولم يسأل عنهم أحد. وهكذا حصل اليوم في سوريا، يعني كل الأمور التي تخلق مخاضات عصيرة في المنطقة العربية توفر الأريحية لإسرائيل، وهذا ما لا نريده اليوم. ربما نتحدث لاحقا أيضا عفوا تتربص شرنا بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، وتريد أن نحسب بباقي المخيمات في لبنان كما حصل في مخيم نهر البارد، لأنه شتتوا سكان نهر البارد في أطراف يعني نهر البارد في طرابلس وفي بيروت وفي صيدا، وسافر البعض منهم إلى الخارج، وتريد إسرائيل أن يحصل ما حصل في نهر البارد في بقية المخيمات اللبنانية. من هنا علينا يعني اليقظة والترقب والحذر من موضوع المخيمات، لأنه ببعض المخيمات في لبنان هناك بؤر أمنية خطيرة، ويجب على الدولة اللبنانية أن تتماسك، وعلى القوى الأمنية إن كان على صعيد جيش لبنان ولا أمن داخلي، أن تضبط الأوضاع في المخيمات، لأنه بالمخيمات هناك كثافة سنية وهناك مشروع فتنة سنية شيعية في حال انتفضوا السنيون، تتخوف أن تنطلق من المخيمات الفلسطينية، خصوصا يعني بعض المخيمات هي قريبة من الضاحية الجنوبية التي فيها كثافة شيعية. من هنا يعني علينا التروي والحذر. تم إلقاء القبض على بعض الفلسطينيين المشاغبين. نعم. صحيح. إذا أنت حضرتك تخوف على المسيحي، ربما نتحدث عن الوضع المسيحي لاحقا، ولكن قبل أن أختم هذه الفقرة أود أن أسألك يعني بالنسبة للسعودية، أعود إليها حين تقول المعلومات إن فريق 14 أذر يريد إسقاط حكومة نجيب ميقاتي بدعم سعودي، وأيضا هناك من يقول إن السعودية لا يمكن أن تغرد. لحظة فقط شيخ، هل يمكن أن هناك بات أكثر من رأي في السعودية، يعني هناك أكثر من اتجاه أكثر من رأي؟ يمكن أنسة ضياء أن السعودية تتمنى إسقاط حكومة رئيس نجيب ميقاتي، ولكن بالطرق السلمية، وفي حال توفرت معلومات للمملكة العربية السعودية أن هناك يمكن حصول شغب أمني على صعيد يعني ضغط لإسقاط حكومة، سوف تتراجع السعودية وتتخلى عن هذا المشروع، لأن السعودية لا تريد أن يحصل فتنة في لبنان، لأنه الأمر سيرتد سلبا على داخل السعودية أيضا. نذهب إلى فاصل قصير أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم. لو فيغارو الفرنسية تتحدث عن أسباب الغارة على معمل السلاح في السودان، وفي الجاردن البريطانية لندن ترفض طلب واشنطن استخدام قواعدها ضد إيران، والفاينانشال تايمز البريطانية تتحدث عن تعثر تركيا على طريق دمشق. ماذا قالت الصحف الأجنبية الصادرة اليوم؟ نتابع. لو فيغارو، أسباب الغارة على الخرطوم. لن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتبرير غارتها على مصنع اليرموك في السودان، فعادة وعند شن غارات تخالف ميثاق الأمم المتحدة لا يصدر عن السلطات المدنية والعسكرية أي تصريح لا نفيا ولا تأكيدا. بحسب المؤرخ العسكري الإسرائيلي مارتن كريفيلد، فإن ضرب المنشأة هو رسالة إسرائيلية واضحة إلى حماس التي تستعد لاستئناف هجماتها الصاروخية على القرى القريبة من قطاع غزة.
للغرض أيضا أبعاد أوسع نطاقا، فقد سبق للسودان أن وقع معاهدة تعاون عسكري مع إيران، كما أن المنشأة المستهدفة تقع على بعد 1900 كيلومتر من قواعد الجيش الإسرائيلي، هي مسافة أكبر بكثير من تلك التي تفصله عن المنشآت النووية الإسرائيلية. غارديان، لندن ترفض استخدام واشنطن لقواعدها ضد إيران. علمت الصحيفة أن بريطانيا رفضت طلب أمريكا استخدام قواعدها العسكرية في إطار الاستعدادات العسكرية الجارية في الخليج، وذلك استناداً إلى استشارات قانونية رأت أن أي ضربة استباقية لإيران هي مخالفة للقانون الدولي، لأن طهران لا تشكل حتى الآن تهديداً واضحاً. تشير التقارير أن الأمريكيين طلبوا استخدام القواعد البريطانية في قبرص والسماح لطيرانهم بالانطلاق من جزيرة أسنسيون في المحيط الأطلنطي ودييغو غارسيا في المحيط الهندي. يأتي المسعى الأمريكي في إطار الاستعداد لحرب نووية مع إيران، غير أن الوزراء البريطانيين ملتزمون بالاستشارة القانونية التي أعدها مكتب المحامي العام ووزعت على مقر رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والدفاع. مصدر حكومي رفيع قال للصحيفة إن الحكومة البريطانية تستخدم الرأي القانوني هذا لمقاومة الضغط الأمريكي. فاينانشال تايمز، تركيا تتعثر على طريق دمشق. بعد استلام حزب العدالة والتنمية زمام السلطة، ردت تركيا على الرفض الأوروبي لها بالاتجاه شرقاً. بدت أنقرة للوهلة الأولى النموذج الأمثل للديمقراطيات الصاعدة في المنطقة بفضل النمو الاقتصادي السريع وكسبها صداقة أعدائها القديمين. منذ فترة ليست ببعيدة كانت تركيا ترحب برفع واشنطن هيمنتها عن المنطقة، لكن مع استمرار الصراع في سوريا باتت تسعى إلى استجداء تدخل أمريكي سريع، وهي وضعت نفسها في خلاف مع روسيا والعراق وإيران، كما أن اقتصادها يعاني من بطء في النمو. كل ذلك وما زال أردوغان يتحدث بمنطق الغافل عن الصعوبات التي تواجهه ويلقي خطبا طويلة عن دور تركيا كقوة إقليمية في الشرق الأوسط. أدرك الجميع بعد حرب العراق أنه لا الولايات المتحدة ولا أوروبا قادرتين على السيطرة جيوسياسيا على الشرق الأوسط، ما يعني أنه ليس بإمكان تركيا أو غيرها سد هذا الفراغ. شيخ وديع الخازن، هل توافق على أن تركيا تعثرت على طريق دمشق؟ يعني طبعا هذا أمر واضح وظاهر يعني للعيان، ليس تركيا فقط، هناك يعني تعثر سعودي، تعثر قطري، تعثر أمريكي، تعثر أوروبي على الوضع في سوريا، لأنه الحسابات الأولى التي يعني كانت بالحسبان تغيرت كليا اليوم بعد سنة ونصف من القتال في سوريا، وهناك خوف من يعني التفاعلات والتداعيات التي يمكن أن تنتج من الحرب التي تدور رحاها اليوم في سوريا. نعم. لذلك تركيا اليوم هناك يعني مشاكل عديدة بقت تظهر في تركيا، إن كان على صعيد الأكراد في تركيا ولا صعيد الهاليفي يعني العلويين المتواجدين في تركيا والذين يبلغ عددهم حوالي 12 مليون علوي في سنجق حلب، يعني لواء اسكندرون يلي انفصل عن سوريا سنة 1936، يلي بشكل يعني حزام كبير يعني يحيط جنوب تركيا، وهناك تعاطف ضمني بين المجموعة العلوية الكثيفة في تلك المنطقة والنظام في سوريا. نعم. يعني في حال لا سمح الله انتقلت العدوى من سوريا إلى المنطقة العربية سوف تتأثر تركيا مباشرة، لأنه إن دارت يعني حرب أهلية روحها في سوريا ستنعكس فورا وسلبا على الوضع في تركيا، على أقله في جنوب تركيا، إن كان على صعيد الكردي ولا على صعيد العلوي. يعني هناك من يعتبر يعني أن حرب الأهلية تدور حاليا في سوريا، وهناك يعني ضغوط داخلية يعني في تركيا من بعض الأحزاب المعارضة على النظام الحاكم، أبرزهم الحزب الجمهوري، الحزب الحاكم يعني. طبعا لأنه لا يريدون تفاقم الأوضاع بين تركيا وسوريا، لأنه كانت هناك حالة رخاء واستقرار قبل اندلاع الاشتباكات في سوريا بين تركيا وسوريا، وكان هناك تبادل تجاري، تبادل صناعي، وكانت العملية ذهب يعني من تحسن الى تحسن اكبر يعني. نعم. وفجأة حصل ما حصل، يعني تركيا اكيد. نعم. اننا نعلم انها تعيد حساباتها بالنسبة لسوريا، اوروبا الغربية تعيد حساباتها بالنسبة لسوريا، وامريكا تعيد حساباتها بالنسبة لسوريا، وخصوصا
بعد انتهاء من الانتخابات الرئاسية في أمريكا ب4 تشرين الثاني سوف يكون هناك مقاربة جديدة للملف السوري من قبل يعني الإدارة الأمريكية وسياسة الخارجية. باتجاه؟ باتجاه عملية الوصول إلى حل سياسي يعني في سوريا. يعني هل سيتم تسليح المعارضة أكثر مما يجري حاليا لحسم الأمر؟ قد خف تسليح المعارضة، يعني المعارضة كانت تسلح بشكل مكثف أكثر من 3 أشهر أو 4 أشهر، واليوم هناك يعني صراخ قائم في المعارضة السورية ومن ضمنها أنها أننا نريد سلاح ونريد أن نقاتل، ولكن ليس هناك من يجيب على كل تلك الطلبات. من هنا تأثرت يعني وتعسرت المعارضة في سوريا، وهناك يعني بداية أزمة بالمعارضة، وخصوصا المعارضة السورية بدأت معارضات، يعني هناك 90 تشكيلة معارضة في سوريا، وهناك يعني كل ينادي على لله في تلك المعارضة. يعني كيف هناك تريدين لا مرجعيات أحيانا لبعض المعارضة؟ نعم. والإدارة الأمريكية لم تستقبل المعارضة السورية حتى اليوم، يعني هناك يعني إن دل على شيء هذا الأمر يدل على إعادة النظر بالملف السوري من قبل الإدارة الأمريكية. لماذا لا تعلن أمريكا يعني أنها هي ضد، يعني أنها لا تريد ما يحصل حاليا في سوريا؟ هلا هناك انشغال كلي في الانتخابات الأمريكية في يعني الداخل الأمريكي، تسعى للتسوية التي هي تناسبها وتناسب. علنا لم يظهر شيء من هذا النوع، ولكن ضمنا أعرف تماما أن هناك يعني مساعي للتسوية السياسية في سوريا سوف تظهر على العلن بعد الانتخابات الأمريكية في الولايات المتحدة. نعم، هناك من يقول مخاوف سوريا تسعى إلى تصدير أزمتها إلى الخارج، وما حصل في لبنان في الأسبوع الماضي هو أحد يعني أوجه هذا التصدير إلى لبنان، وأيضا كذلك في مناطق أخرى. سوريا اليوم شأن أمامنا هي في حالة حرب، وفي الحرب يعني الدفاع عن النفس مشروع بكل الوسائل. يعني لا ألوم سوريا في حال تصرفت بهذا الشكل، ولكن ألوم اللبنانيين في حال تصرفوا بشكل يعني مغاير للوضع الداخلي في لبنان. يعني نحن نريد ونكرر ونشدد على الاستقرار الداخلي في لبنان، لأنه سد منيع لدرء الفتنة التي يعني كثر الحديث عنها في لبنان. هل من تسوية في لبنان؟ هل من مبادرة؟ هل من مساعي تحت الطاولة وراء الكواليس؟ هناك مساعي حسيسة انطلق بها فخامة رئيس الجمهورية، وأعلنت 14 أذار التزامها بإعلان بعبدة. إعلان بعبدة يعني التسوية، إعلان بعبدة يعني التسوية. فخامة الرئيس اليوم يسعى بشكل جدي الوصول إلى قواسم مشتركة بين الأفرقاء المتنازعين والمتصارعين في لبنان. ولكن أعلن فريق 14 أذار أعلن لا يريدون الحوار ولا يريدون المشاركة. بس ولكن وليد بيك جنبلاط بالأمس عبر إطلالته التلفزيونية على الـ LBC مع زميلك الأستاذ مرسيل غانم كان واضحا وصريحا، يعني أنا أؤيد وليد بيك جنبلاط بعدة طروحات يعني قالها في تلك المقابلة، وأهمها لكن جاء الرد من سعد الحريري. طيب وفريقه أنه يعني طيب هذا أحد الأفرقاء، لأنه, أحد لأنه, لأنه سياسة الرئيس سعد الحريري مغيرة لسياسة وليد بيك جنبلاط، المقاربة مختلفة تماما. وليد بيك جنبلاط يريد تجنيب لبنان الفتنة، والرئيس سعد الحريري يريد إسقاط الحكومة. وهناك يعني مكايد، وهناك يعني أمور ليست بالحسبان لدى الرئيس سعد الحريري في حال يعني تأزمت الأمور على صعيد إسقاط الحكومة. وليد بيك جنبلاط يشعر بأن هناك خوف كبير من افتعال فتنة في حال سقطت الحكومة، خصوصا سوف نقع بالفراغ. يعني وكان واضحا وكان صريحا وكان يعني مؤكدا لما يقوله هذه المرة، وهذا الأمر يمكن أن يكون صمام لدرء الفتنة التي يعني نتخوف منها في لبنان اليوم. نعم، أيضا بالنسبة لما جاء في الصحف، يعني وحضرتك تتحدث أنه بعد الانتخابات الأمريكية قد يكون هناك موقف مغاير لما هو عليه الآن من سوريا أو من مجمل نعم. يعني قضايا المنطقة، ولكن والعالم كمان مجمل قضايا المنطقة سياسة والعالم. السياسة الخارجية الأمريكية يعني برأيك سوف تبين تتغير؟ تبين لي من بعد المبارزة الإعلامية بين المرشح السيد ميت رومني نعم. والرئيس باراك أوباما أن هناك توافق مبدئي على السياسة الخارجية الأمريكية المنتهجة اليوم في الإدارة الأمريكية الحالية، لأنه تبين أخيرا أن هناك يعني أمر مستجد، وهو بروز الاتحاد الروسي والصين ودول عدم الانحياز بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك من استعداد للمواجهة في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للأوضاع السائدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان على صعيد اقتصادي
ولا على صعيد يعني حروب خاضتها امريكا نعم. وخسرت بها يعني حرب امريكا في العراق انا اعتبرها خاسره يعني ماذا استفادت امريكا من حربها على العراق؟ لا ولكن لا يعني فقط احاول ان اعلق على ما كتبه وزير الخارجيه السابق الاردني حين قال ان الدور الامريكي تراجع في منطقه صحيح. الشرق الاوسط صحيح. وهو ينصحها ببضع خطوات لاعاده يعني تنشيط هذا الدور برايك هل فعلا هو يعني هو هناك تراجع لهذا الدور؟ طبعا هناك تراجع بعد كما ذكرت لك بعد العراق ظهور نعم بعد وبعد ظهور روسيا الاتحاديه طبعًا ودول البريكس نعم. نعم طبعا هناك يعني مقاربه جديده سوف تعتمدها الاداره الامريكيه في السياسه الخارجيه لانه لا يمكن للاداره الامريكيه ان تبقى مستفحله ومستشرسه نعم. يعني معلنه على حروب على كل حال يعني النقاش في الوضع الامريكي لا ينتهي على طول الحلقه نعود ونناقشه ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. أهلا بكم. هدنة عيد الأضحى إذا طبقت كيف سيتقاضى المسلحون رواتبهم في حال لم يقاتلوا ولم يقتلوا؟ تساءل فيكتور فاشينكو في صحيفة راسيسكايا غازيتا وفي صحيفة الكوميرسنت. تل أبيب نفذت عمليا بروفا ناجحة في السودان لضرب إيران وإن كانت تتذرع بأن المصنع المدمر في السودان كان يزود المسلحين في سيناء بالأسلحة لمهاجمة الجيش الإسرائيلي. إلى أبرز ما تناولته الصحف الروسية الصادرة اليوم نتابع. راسيكايا غازيتا فيكتور فاشينكو معركة الصمت اقتراح وقف إطلاق النار خلال فترة العيد في سوريا والذي اقترحه المبعوث الأخضر الإبراهيمي لاقى ترحيبا من موسكو وباكين وحتى واشنطن تنظر بإيجابية إلى إعلان الهدنة وإن كانت وزارة الخارجية الأمريكية تشكك في إقدام الجيش السوري على تطبيقها أما على ضفة الجماعات المتمردة فهناك أطراف جاهرت برفضها الالتزام بأي هدنة من هؤلاء منظمة متطرفة تطلق على نفسها اسم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة واعتبرت الجبهة أن بينها وبين النظام السوري حربا طويلة فدماء المسلمين أهدرت ولا هدنة ولا اتفاق أما الأطراف المسلحة الأخرى فيبقى سؤال واحد يحير الجميع ما إذا كانت الجماعات المسلحة على استعداد للقاء مبعوث للرئيس بشار الأسد لتنسيق الهدنة وإذا طبقت كيف سيتقاضى المسلحون المتمردون رواتبهم في حال لم يقاتلوا ولم يقتلوا كوميرسانت تدريب في السودان على الهجوم الإسرائيلي على إيران إسرائيل على وشك الدخول في نزاع مسلح مع دولة عربية أخرى هذه المرة مع السودان فالطائرات الإسرائيلية قصفت موقعاً داخل الأراضي السودانية الأسبوع الحالي المتابعون للشؤون الإسرائيلية يرون أن توجيه إسرائيل ضربة للسودان ليست إلا بروفا لضربات محتملة على المنشآت النووية الإيرانية الخرطوم سارعت إلى تهديد برد مماثل على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين لكن خبراء يشككون في أن نظام الرئيس عمر البشير سوف يكون قادراً على ضرب إسرائيل فسلاح الجو السوداني لا يشكل أي تهديد لتل أبيب لأنه عدا كونه غير فاعل بعدما أكل الزمان عليه وشرب السودان غارق في مشاكل وأزمات داخلية لا تسمح له بأي مغامرة خارج الحدود لكن مع الأكيد بحسب متابعين للشأن الإسرائيلي أن تل أبيب نفذت عمليا بروفا ناجحة لضرب إيران وإن كانت تتذرع بأن المصنع المدمر في السودان كان يزود المسلحين في سيناء بالأسلحة لمهاجمة الجيش الإسرائيلي شيخ وديع يعني برأيك هل ممكن لهذه الهدنة التي قبلت بها السلطة وقبل بها النظام في سوريا وقبل فيها جزء من المعارضة كبير في أن تصمد في سوريا إلى نهاية عيد الأضحى؟ أتمنى ذلك أتمنى أن تصمد يعني كليا وأن يقف الاقتتال في سوريا لأنه فعلا يعني ما يحصل في سوريا
يندى له الجبين من اقتتال ومن قتل ومن تشريد ومن خراب. لذلك يعني على الجميع في سوريا أن يتساووا وأن ينتظموا وأن تستقر الأمور في سوريا وأن يعني يسعوا لحلحلة الأمور من زاوية الطريق السياسية يعني والمفاوضات السياسية للوصول إلى المبتغى، وهو يعني ترتيب البيت الداخلي السوري من داخل سوريا من دون يعني تدخلات خارجية من هنا وهناك، لأن التدخلات الخارجية من هناك أزمت الوضع في سوريا. نعم، لذلك يعني أتمنى أن تستقر الأمور وأن هذه الهدنة التي ما زالت صامدة حتى هذه الساعة أن تستمر وتستمر مطولا يعني. نعم، يعني بالأمس هدد بعض المعارضة أو بعض المقاتلين المسلحين هددوا بأنهم لن يلتزموا بالهدنة التي ستكون في عيد الأضحى، برأيك هل قادرين على هؤلاء المرتزقة بحسب التعليمات التي لديهم في حال يعني أراد من يريد أن يفتح المشكل في سوريا أن يستمر في هذا المشكل سوف يظل المشكل مستمرا، بس في حال يعني توافقت الدول العظمى و الدول الإقليمية على هدنة ما ولا مخرج ما في سوريا الجميع نعم. يقف وينتصر يعني نعم. لأنه كما ذكرت آنفا يعني المال هو المحرك، في حال انقطاع المال تقف الحركة. نعم، كيف يعيشون من دون نعم. أن يقاتلوا ويقتلوا، هذا ما تقوله الصحيفة وأنت على حق. نعم، أيضا هناك معركة الصمت في أيضا الصحف الروسية، تحدثوا عن هذه المعركة بين ظاهريا بين إسرائيل وبين السودان نعم. ولكن باطنيا يقولون إنها ضد إيران أو بروفا لتوجيه ضربة لإيران. يعني إنها عذر أقبح من ذنب، يعني إسرائيل لو أرادت لو كان لها إمكانية الدخول على خط إيران لن تتوقف، ولكن هناك رادع أمريكي لا تريد أمريكا أن تدخل في المعترك الإيراني من بعدما خرجت منكسرة من الموقع العراقي نعم. وإسرائيل هي حليفة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل من إسرائيل أن تجرها إلى هكذا أمر، لأنه تكاليفها باهظة ولا يمكن للولايات المتحدة أن يعني تقبل بذلك، لأنه وضع الاقتصادي لا يتحمل ذاك هكذا حرب يعني. طيب، سوف أعود وأختم معك، ولكن بالشأن اللبناني شيخ وديع نستفيد من معلوماتك. أولا يعني برأيك بشكل سريع لنتحدث عن موضوع الانتخابات، هناك تخوف من العودة إلى قانون الستين بعد موقف فريق الرابع عشر من إدارة ومقاطعة جلسات اللجان في يعني المجلس، هل سنعود إلى قانون الستين؟ القول أن هناك كان توافق علني بين جميع الأفرقاء سنة 2009 بعد ما انتهت الانتخابات نعم. أن يقروا انتخاب قانون انتخابات سريع في أول 6 أشهر من الانطلاقة الأولى للمجلس النيابي الجديد، ولم يحصل ذلك، ونحن اليوم نعم. على أعتاب انتخابات نيابية وبعدنا بجدل بيزنطي بموضوع الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات. يعني هناك رفض كامل لقانون انتخابات الستين، حتى وليد بيك جنبلاط الذي يعني أثار هذا الموضوع بالأمس رفض نعم. موضوع قانون الستين، و يعني المراد انه هناك يعني تبدل في هذا الوضع، وهناك يعني افكار عديده تطرح فيها ومشاريع قوانين نعم. عديده. دعني اسالك عن بكركي وموضوع الانتخابات، يعني هل ستقبل بكركي في قانون الستين في حال عادوا اليه؟ في اخر اجتماع لمجلس مطارنا المورين رفضوا كليا جمله وتفصيلا موضوع قانون الستين، لا لعوده لقانون الستين، قالوها بصريح العباره، لا لعودة لقانون الستين. وسيكون للكنيسة لبكركي موقفا حاسما نعم. في هذا الشأن. مع غبطة أبينا البطريرك الكاردينال لاحقا مارب شارب نعم لقد أصبح كاردينالا. سيصبح كاردينالا في 24 تشرين الثاني حينما يسلم شارات الكاردينالية من قداسة الحبر الأعظم في ذلك النهار يعني. نعم، النية نعم. موجودة نعم. نعم. ماذا سيكون لل يعني سوف يكون مقرب أكثر من قداسة البابا، وسوف يكون يعني ملتزم مباشرة بموضوع حاضرة الفاتيكان والتطورات السياسية، وقادر على فرض رأيه أكثر على الساحة المسيحية في لبنان. يعني طبعا هناك هيبة يعني أكثر، وهناك تكريم للبنان وللمسيحيين وللموارنين تحديدا في عملية يعني ارتقاء البطريرك إلى السدة الكاردينالية. نعم، لنذهب إلى فقرتنا الأخيرة شيخ وديع الخازن، وهي فقرة الكاريكاتير. هنا كاريكاتير في الشرق الأوسط، العيد عيد الأضحى يطرق باب الشرق الأوسط، ولكن هذا الباب كما يبدو لا باب للشرق الأوسط نعم. وفيه مفتوح. قصف مخلع مفتوح على كل الاحتمالات يعني نعم مفتوح على كل الاحتمالات.
وهذا ل54 في صحيفة النهار. الأزمة السورية جهة اليمين والمناعة اللبنانية جهة الشمال. طبعا المناعة اللبنانية واضحة، لا أبواب لا شبابيك لا سقف، لمناعة معرضة لكل أنواع الاحتمالات، كمان أيضا مفتوحة على جميع الاحتمالات وخاصة القادمة من سوريا. برأيك إلى أي حد قادرة المناعة اللبنانية أن يعني تنأى بنفسها فعليا وليس قولا يعني؟ يعني طالما هناك وعي وارتقاء إلى مستوى المسؤولية المطلوب للنائب النفسي لبنان، ليس هناك من تأثير مباشر على الأوضاع الداخلية اللبنانية بالنسبة للموضوع السوري. بس في حال لا سمح الله تفاقمت الأوضاع وانفرط عقد الأمن في لبنان، توسعت يعني مساحة الاشتباكات السورية وامتدت إلى لبنان طبعا، وتم تزكية أكثر، ونعرف كيف تبدأ موضوع السنة الأزمة في لبنان، ولا نعرف كيف تنتهي نعم شكرا لحضورك الوزير اللبناني السابق شيخ وديع الغازي، شكرا على حضورك وعلى المعلومات التي أكرر التهاني بالعيد، وآمل أن تكون الأعياد في السنة المقبلة مريحة أكثر ومستقرة أكثر من اليوم. نتمنى ذلك أيضا. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج آخر طبعا. شكرا لضيفنا الوزير، وأيضا نشكر الزملاء في فريق الإعداد والإنتاج فاطمة ظاهر وحسين شمعون، وأيضا من غرفة الإخراج الزميلة باولا حملايا. أضحى مبارك، ولكم مشاهدي الميادين شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء صباح الغد، فابقوا معنا.